رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة يقدم أمام نواب التأسيسي برنامج حكومته للفترة القادمة. مواقف الأحزاب والكتل النيابية داخل التأسيسي تتباين بين مؤيد ورافض لعدد من أعضاء الحكومة المكلفة ونقاط الواردة ببرنامجها. محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر في قضية اقتحام سفارة الأمريكية للخامس والعشرين من مارس القادم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم يعرف المسار الحكومي لمساته الأخيرة لنيل الثقة من المجلس التأسيسي، ثقة ستكون البوابة لانطلاق مرحلة حكومية جديدة، خاصة مع اكتمال المسار التأسيسي وفق خارطة الطريق بختم دستور الجمهورية التونسية يوم أمس. دستور جاء بأغلبية ساحقة أعطت روحا من التوافق حول وثيقة، وإن طال انتظارها واختلفت بشأنها ردود الفعل فإنها جاءت لتؤشر على السير نحو اكتمال بقية المسارات. التزم رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة في كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بتطبيق بقية بنود خارطة الطريق مع المحافظة على المسافة نفسها من كل الأحزاب السياسية. بخطوات متسارعة قدم رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة وفريقه الحكومي للمجلس التأسيسي للقاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر من أجل تقديم بيان حكومته أمام نواب التأسيسي بغية نيل الثقة من عدمها. جمعة أكد في خطابه أمام نواب التأسيسي على أن الدولة عازمة على التصدي لكل أشكال العنف والإرهاب وإنفاذ القانون من أجل ضمان الحرية. إننا عازمون على التصدي لهذه التهديدات وفرض سلطة القانون وتخصيص الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك. المرحلة الصعبة التي عاشتها تونس رسمها التجاذب والاستقطاب السياسي والإيديولوجي وحشد الشارع للتنازع والتطاحن لم تغب عن ذاكرة رئيس الحكومة المكلف الذي لم يجد بدا لذلك حسب رأيه إلا دعوة الجميع لاستحضار قيم التضامن والتصالح كمخرج ينقذ البلاد ويرسي بها في مرفأ الأمان والتقدم. وهي الروح المطلوبة اليوم لوضع تونس في دائرة النجاح. هذه الروح سوف تجعل من تونس بعد الثورة وبدستورها الجديد بلدا أجمل وأنظف مما كان عليه زمن الاستبداد. ولعل التزام مهدي جمعة ببنود خارطة الطريق دفع به ليجدد تعهده بالإعداد لمناخ سليم من أجل إنجاز انتخابات حرة ونزيهة والعمل على تحييد الإدارة ومراجعة التعيينات الوظيفية. نحن ملتزمون بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف وفي ظل احترام القانون الذي يستوجب تحييد الولات والإدارات الراجعة إليها بالنظر ومراجعة التعيينات على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة. وإن تضمن بيان حكومة مهدي جمعة تعهدا صريحا ببنود خارطة الطريق، لكن يبقى الأهم أن يطبق على أرض الواقع. إذن عرض رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة برنامج عمل حكومته التي قال إنها حكومة استثنائية لانبثاقها من توافق وطني، وتعهد جمعة بالسير نحو تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة، وهو ما يستدعي الاعتماد على ركيزتين: أولها تحقيق الأمن والتصدي للإرهاب، وثانيها معالجة الوضع الاقتصادي والمالي. قدم رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة تشكيلة حكومته الجديدة أمام المجلس الوطني التأسيسي، وعرض برنامج عملها الذي ارتكز على نشر الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، والتزم بفرض سلطة القانون وحماية الحريات وحق التنظم، وتعهد بتقديم الجناة في جرائم الاغتيال إلى العدالة وبحماية الدولة دون غيرها، مؤكدا على مكافحة الإرهاب والتصدي للتهريب وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع دول الجوار.
وفيما يتعلق بدفع عجلة الاقتصاد وإحداث مواطن الشغل، أكد المهدي جمعة التزام حكومته باستئناف مشاريع البنية التحتية وتنمية الجهات وضمان توازنها من خلال تطوير برامج التنمية الجهوية وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية وتحسين المقدرة الشرائية، بالإضافة إلى ترشيد منظومة الدعم وإصلاح أنظمة التقاعد والتأمين على الصحة وإنقاذ المؤسسات العمومية والبحث عن تمويلات جديدة، معلنا تعهده بإعداد قانون مالية تكميلي يخدم المواطن والتوازنات المالية الكبرى. وأكد رئيس الحكومة المكلف على قيمة العمل ملتزما بتعزيز برامج الرفع من القدرة التشغيلية والتعويل على القطاع الخاص في الإحاطة بالباحثين عن الشغل، معولا على تحقيق فترة هدوء اجتماعي تتعزز فيها ثقافة العمل من خلال تعاون المنظمات الوطنية وتفعيل العقد الاجتماعي. كما أكد المهدي جمعة التزامه بتشريك الكفاءات الوطنية بالخارج في الشأن الوطني من خلال مواصلة تفعيل المجلس الأعلى للتونسيين بالمهجر واسترجاع ثقة المستثمرين وتوطيد الدبلوماسية التونسية في الخارج. وقال رئيس الحكومة المكلف إن حكومته ستعمل بحيادية وشفافية نحو تحقيق انتخابات عامة حرة ونزيهة، معلنا التزام حكومته بتوفير مناخ للتنافس الانتخابي الشريف وتحييد الولاة، وتعهد بمراجعة التعيينات في الإدارات التي لها علاقة بالانتخابات على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة والنزاهة. ومن المنتظر أن تصوت الجلسة العامة هذا المساء على حكومة مهدي جمعة التي يجب أن تحصل على 109 أصوات لمنحها الثقة. النقاش العام الذي سبق التصويت تركز في جانب منه على البيان الذي تلاه رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، واستعرض فيه الخطوط العريضة لبرنامجه الذي كان محل انتقاد الكثير من الأحزاب حتى تلك التي أعلنت مساندتها له وعزمها منحه الثقة. برنامج رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة كما جاء في بيانه كان طموحا حد اعتبار بعض النواب أنه برنامج للسنوات الخمس القادمة وليس لأشهر، برنامج أرسل إشارات إيجابية لكن غاب فيها الالتزام على حد تعبيرهم. بيان غير واقعي وبيان غير مربوط بوقت محدد وبيان يتجاوز بكثير إمكانيات الحكومة الحالية هذه والمهامها والأولويات المفروض التركيز عليها في هذه المرحلة. لم نسمع من السيد رئيس الحكومة التزاما بإنهاء أعمال حكومته مباشرة بعد تنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة. خطاب السيد مهدي جمعة كان فيها العديد من الإشارات الإيجابية، ولكن للأسف مثل خطابات السيد علي العريض والسيد حمادي جبالي كان ينقصوا الدقة. اليوم الحكومة ما قدمتش الأهداف متاعها سواء على مستوى آخر السنة اللي هو الهدف نهاية الحكومة فيما يخص نسبة النمو، فيما يخص نسبة التشغيل، فيما يخص التنمية في الجهات. حكومة مهدي جمعة تبينت مواقف الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي حول منحها الثقة، والسبب في جزء منه متعلق بالبرنامج الذي اعتبرته حركة النهضة تواصلا لبرنامج رئيس الحكومة المستقيل علي العريض. تتم لما تم إعلان عليه في حكومة السيد علي العريض، لكن ربما بالنسبة له السيد مهدي جمعة أكد على العمل وضرورة الهدنة الاجتماعية هذه مع كم للأسف ما كانتش موجودة في حكومة علي العريض، اللي باش تخلي هالإصلاحات الهيكلية خاصة في المستوى الجبائي والمستوى المالي والمستوى الاقتصادي بصفة عامة. الجبهة الشعبية أعلنت صراحة أنها لا تدعم الحكومة الجديدة ولن تمنحها ثقتها في ظل برنامج مقدم غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وكان أقرب إلى وعود يصعب تحقيقها على حد تعبيرها. سمعت يجي 20 مرة كلمة سادوب في بيانك، راه نحب نقول العمل لا يحتاج إلى تمنيات أو وعود، يحتاج إلى أدوات ميدانية لترجمة ذلك. حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب التحالف الديمقراطي وحركة نداء تونس أعربوا عن مساندتهم لهذه الحكومة وإن تحفظ بعض النواب في هذه الأحزاب، بينما أعلن تيار المحبة وحركة وفاء أنهما سيصوتان ضد هذه الحكومة. واختلفت ردود فعل النواب حول المرشحين لعدد من الوزارات خاصة وزارة الدفاع والسياحة والعدل، وعاب النواب ما وصفوه بانتماءات لحزب التجمع المنحل.
كلهم من المنتظر أن يكونوا وزراء في حكومة رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة، التزموا بعدم التصريح لوسائل الإعلام قبل تكليفهم نهائيا بشؤون مختلف الوزارات، لكن تدخلات النواب أثناء الجلسة العامة اختلفت وتباينت بخصوصهم. يعني هذوما حكومة ادعوا أنها حكومة يعني محايدة، لكن الفريق يضم عدد أطراف اللي هما غير محايدين. رفضي الشديد لأن أصوت لحكومة فيها من ساهم وشجع على تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي كان والدي رحمه الله من مؤسسيها. أرى أن هذه الحكومة إعادة إنتاج التجمع من جديد. في المقابل عبرت حركة النهضة عن مساندتها لحكومة مهدي جمعة، وطلب وليد البناني بالتفاصيل حول السيرة الذاتية للمرشحين لتولي المسؤولية، خاصة بعدما راجع من أخبار عن بعضهم. نحب بعض التدقيقات بخصوص حديث الآن يتحدث على وزيرة السياحة، الحكومة ستنال الثقة. هذا يعني اللي نحن دخلنا في حكومة ما عندهاش مساندة حزبية، ولذلك ما نستبعدش، ما نقولش مفاجآت، ولا نستبعدش معنى أنه يمكن التصويت يزم خدمة باش نتنال ثقة واسعة. التاريخ لا يرحم، حسب عدد من النواب وحسب عدد آخر لابد من تجاوز بعض التفاصيل. بين هذا وذاك يبقى المرشحون لتولي الوزارات في انتظار نتيجة التصويت. ونتحول إلى المجلس الوطني التأسيسي، حيث مفدت الأخبار بثينة بوجناح. بثينة، ساعات من نقاش النواب بشأن برنامج حكومة المهدي جمعة، فهل ستنال هذه الحكومة ثقة المجلس التأسيسي والمصادقة؟ نعم عارم، رفعت منذ قليل الجلسة العامة التي خصصت اليوم لمنح ثقة النواب لهذه الحكومة، حكومة مهدي جمعة، لكن في انتظار العودة إلى الجلسة العامة منذ قليل رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة تحدث في رد مقتضب وسريع جدا، تحدث عن بعض الانتقادات التي وجهت إلى عدد من وزراء الحكومة المقبلة أو المرشحين لتولي هذه المناصب، تحدث عن ضرورة الوجود ثلاثة أشياء أساسية لوزراء حكومته، وهي الاستقلالية والحياد وأيضا نظافة اليد. تحدث عن أشياء ومسائل مختلفة اليوم ردا على بعض تساؤلات النواب التي حامت حول عدد من الوزراء وعدد من الوزارات، وخاصة وزارة العدل، أيضا وزارة الدفاع، وكذلك وزيرة السياحة، حيث تحدث عدد من النواب على انتماءات لحزب التجمع المنحل، أيضا التحركات لوزيرة السياحة. نعم. طبعا هذا كله جاء على لسان النواب في انتظار طبعا عودة الجلسة العامة إلى نشاطها وإلى تدخلات النواب وكذلك تدخل السيد مهدي جمعة. ربما يعني لم تتضح بعد منح ثقة لهذه الحكومة، وإن كان ببعض الصعوبة حسب ما استفسرناه من عدد من النواب الذين سيتحفظون أيضا على هذه الحكومة، في حين سيستردها البعض الآخر وبعض الآخر لن يصوت لصالح الحكومة. للتذكير فقط عارم، وأن التصويت ومنح الثقة لهذه الحكومة ربما يفتح آفاق جديدة لتونس، ربما أيضا لمجموعة من الاستثمارات ومن التمويلات الخارجية. نعم بثينة، نعود إليك إن كان لديك جديد. شكرا لك مفدة الأخبار بثينة بوجناح. بعد طول انتظار وترقب أعلن عن تركيبة الحكومة الجديدة، حكومة يعلق عليها العديد آمالا كبيرة. في النقل التالي حاولنا رصد انتظارات المواطنين من هذه الحكومة. ما هي انتظاراتكم من الحكومة الجديدة؟ سؤال توجهنا به إلى من التقيناهم من المواطنين في بعض شوارع العاصمة. يركزوا على الولايات الداخلية ويدعموها أكثر، يوصلون الانتخابات والأمور تركح. يلزمهم ياخذوا ديزاكسيون صحاح ياسر، الشعب التونسي تعب برشا، والسيكوريتي نتاع البلاد اللي ترى فيها أنت كل يوم وشنو اللي قاعد صاير في البلاد. انتظر منهم أهداف الثورة، العمل وتنميه جهويه والاكيليبر وديسنتراليزاسيون اللي قالونا عليها في الدستور، ان شاء الله تطبق على قاعده. حب الحكومه هذه قبل كل شيء تكون محايده الاحزاب الكل وتخدم لمصلحه الشعب، وبعد ان الحكومه هذه نطلبوا منها ان باش تطبق القانون. بالنسبه لي كمثقف نتمنى انه سي مراد السخلي
يتقدم خطوة في مجال المدينة الثقافية اللي دافعين فيها فلوسنا كل. كشف الحقيقة عن مقتل الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي وكذلك من ذبحوا جنودنا في الشعامبي. نتمنى ان لو كان يطبقونا جماعة البطالة يشوفونا حل في خاصة جماعة ليجون ديبلومي. تحييد الإدارة الانتخابات جاري نقصونا معناها في نحونا برشا كنتاع التاكسويات وكنا نقصونا في الفني في الضرائب فني وإن شاء الله ربي معناها يكونوا في الحسن ظن. ترخص في المعيشة وتعمل ما تعملش كل شيء به ننتظروا فيه منها. رغم التفاؤل الذي لمسناه عند الكثيرين إلا أن البعض لا يعلق أمالا على الحكومة الجديدة. أنا الحقيقة مانيش منتظرة منها حتى شيء. كي الحكومة اللي قبلها واللي قبلها معنا ما تخيلش باش يعملوا ريزولتا خاطر البلاد باركة معنا. ايش البرشة من الحكومة ذي نظرا معناها للصعوبات اللي واجهها البلاد وما نرجوش من حاجة باش تعمل حاجة برشا. الأمن الانتخابات والشغل هي بعض من مطالب التونسيين التي رصدناها، فهل ستتمكن الحكومة الجديدة من تحقيقها؟ وهذه عينة من ردود الفاعل في جهة صفاقس، وسنقدم في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة ردود الفاعل في جهة أخرى. العمل والالتزام والتضحية لأجل تونس، ذلك مطلب الشارع بعد تشكيل الحكومة والمصادقة على الدستور. المطلوب مش من الحكومة، المطلوب من الشعب التونسي. الشعب التونسي يجب يكون على درجة من الوعي والنضج والاجتهاد والتضحية من أجل تونس. كنا لازمنا نضحي وكنا لازمنا نتفهموا مع بعضنا، كنا لازمنا نتعاملوا كأخوات، الناس تحب بعضها باش نوصلوا نكونوا بلاد احنا نرضاو بها احنا نتفخروا بها. الشارع السياسي يرى انه على حكومة السيد مهدي جمعة الالتزام بخارطة الطريق التي جاءت بها. اذا كان رئيس الحكومة يلتزم بان خارطة الطريق راي فكرة، والفكرة شنو هذه؟ وقت ما يلزمهاش تتجزع الفكرة، إذا ياخذ لي حل رابط حماية الثورة وحده، وإذا ياخذ لي المسألة الاقتصادية وحده، وإذا الحرية السياسية وحدها، وإذا كذا ما عادتش فكرة. وقت اللي لقرار الطريق جمعتهم الكلهم في بعضهم معناها راهو هاهي كاين عقد اجتماعي صغير في هالفترة الانتقالية المتبقية ونعدوا الانتخابات ونمشيوا للدايمة. المطلوب بالنسبة للتوانسة هو تطبيق خارطة الطريق التي تنص على إعادة النظر في التعيينات الحزبية في إطار توفير جو انتخابي للتوانسة لكل التونسيين ولكل الأحزاب. الوضع الاقتصادي والاجتماعي يظل هاجسا مشتركا مع وعي بعدم إثقال كاهل الحكومة الجديدة بما لا تستطيع. نطلبوا معناتها الضغط ينقص شوية في تونس، الضغط السياسي لأنه عنده تأثير على الضغط الاقتصادي، ونقص شوية نقصه زادة في المطلبية. ما تحيدش على المسار الثوري، ما تحيدش على المسار الانتقالي، ما تتهددش، ما تحقق من الحرية، ما عدا ذلك راهو في المجال الاقتصادي في مجال التنمية راهو نتفهموا. أنا مش مشتاع عندها عصا سحرية وهذا التوانسة الكل تو يتفهموا. أما المصادقة على الدستور تبقى بالإجماع لحظة وفاق ونقطة لقاء لكل التونسيين. يكتمل المسار الحكومي بمنح الثقة لحكومة المهدي جمعة وتكليفها رسميا، مسار رغم تجاوزه الحيز الزمني المحدد وفق خارطة الطريق إلا أنه يلتحق باكتماله بالمسار التأسيسي في انتظار اكتمال المسار الانتخابي. تتمثل أبرز بنود خارطة الطريق التي قدمتها الأطراف الراعية للحوار الوطني في 17 من سبتمبر الماضي، والتي تضمنت 3 محاور متلازمة. تم إلى غاية اليوم استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي على إثر اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وتركيزها، كما تم أمس مع ختم الدستور تنفيذ بند آخر من بنود خارطة الطريق ومعه استكمال المسار التأسيسي. وفيما يتعلق بالمسار الحكومي الذي يتلازم مع المسار التأسيسي، فقد تم اختيار مهدي جمعة كشخصية وطنية مستقلة متفق عليها لتشكيل حكومة جديدة لا يترشح أعضاؤها المستقلون للانتخابات القادمة. تولى مهدي جمعة تقديمها اليوم أمام المجلس الوطني التأسيسي لنيل الثقة وتكليفها رسميا، وذلك بعد أن قدمت حكومة علي العريض استقالتها تنفيذا لما جاء في مبادرة الرباعي.
كما تنص خارطة الطريق أيضا على التزام الأطراف السياسية بمواصلة التشاور في إطار الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربعة كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح، ومنها إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي وكذلك تحديد المواعيد الانتخابية، بالإضافة إلى مساندة الحكومة الجديدة في مهامها. المهدي جمعة المكلف في حال نيله ثقة المجلس التأسيسي يكون خامس رئيس حكومة بعد الثورة، بعد تجربة هامة ضمن شركات عالمية للهندسة والتكنولوجيا. مهدي جمعة هو رئيس الحكومة الخامس منذ سقوط نظام المخلوعة، وقد تم ترشيحه لهذا المنصب في إطار الحوار الوطني بعد فشل الأحزاب المشاركة في الحوار في التوافق بشأن أسماء أخرى رشحت لخلافة علي العريض. مهدي جمعة أصيل مدينة المهدية وقد تجاوز عقده الخامس بسنتين. هو خريج المدرسة القومية للمهندسين بتونس ومتحصل على شهادة مهندس أول منذ 88 و900 و1000، وحائز على شهادة الدراسات العليا المعمقة في الهندسة الميكانيكية. تولى منذ 1990 منصب مسؤول عن مكتب الدراسات لصناعة الطيران والسكك الحديدية والصناعة بشركة بوليسترا. سنة 2003 عين مديرا فنيا بكل من شركة بوليسترا وستوبشوك. آخر خطة شغلها مهدي جمعة هي مدير قطاع هوتشنسون الفضاء قبل أن يتركه يلتحق بأعضاء حكومة علي العريض. وفي العاشر من جانفي الجاري كلف من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل الحكومة، لكن الخلاف حول الإبقاء على لطفي بن جندو على رأس وزارة الداخلية جعله يؤجل موعد تقديم حكومته. وفي السادس والعشرين من جانفي الجاري كلف رئيس الجمهورية مجددا مهدي جمعة بتشكيل الحكومة، وفي اليوم نفسه أعلن التركيبة الوزارية المؤلفة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة. قيادة المرحلة المتبقية من المسار الانتقالي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والانكباب على الملفات الحارقة هي من أهم التحديات التي تنتظر حكومة مهدي جمعة. ويحضر معنا مدير الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان رامي صالحي، أهلا بك. مرحبا بك. يبدو أن صعوبة تلاقي نيل الثقة بالنسبة لحكومة المهدي جمعة، لو تقدم لنا بداية قراءة في تشكيلة هذه الحكومة. يعني في الحقيقة أنه الحكومة الجديدة هذه اللي عرضها السيد المهدي جمعة اليوم على الأقل ومن خلال اطلاعنا على وسائل الإعلام هناك سير ذاتية لمختلف الوزراء والوزيرات الذين سيتم تكليفهم، وبالتالي على الأقل اطلعنا على جانب مهم من عملهم التقني في السابق واطلاعهم على بعض الملفات من خلال يعني مهنهم السابقة ومن خلال وظائفهم السابقة، عكس الحكومات السابقة اللي للأسف كانت أغلبها يعني تعيينات سياسية وليست لديهم هذه الدراية التقنية بشؤون الإدارة وبشؤون تسيير دواليب المؤسسات العمومية أو حتى الخاصة، وهذه نقطة جيدة وإيجابية تحسب لهذه الحكومة الجديدة. ولكن يعني بالفعل في الأثناء لاحظنا أن هناك عديد التحفظات أو ربما هناك حتى رفض عديد الوزراء الذين مفترض أن يتم تكليفهم حتى من قبل القوى التي يفترض أن تكون داعمة، الكتل يعني في المجلس التأسيسي التي مفترض أن تكون داعمة للسيد المهدي جمعة، وهذا في الحقيقة هو مؤشر سلبي شوية ولن يترك السيد مهدي جمعة يدخل بالثقة المطلوبة وبالقوة المطلوبة في إدارة البلاد في المرحلة القادمة وهو وفريقه الحكومي في ظل هذه التجاذبات وفي ظل عدم الإجماع، لأنه الإجماع اللي رأيناه على الدستور والروح الجديدة اللي تبعثت في الخطاب السياسي في بلادنا لم تتواصل اليوم في مناقشة الحقائب الوزارية والوزراء المكلفين. نعم، لكن رغم هذه الصعوبة يعني تتجه نحو نيل الثقة عموما، كيف تقرأ يعني ذلك؟ يعني يفترض أن تنال الثقة لأنه غير هذا مش يعيدنا إلى مربع أعتقد أنه ضيق جدا. في تقدير أنه رغم التحفظات واللي تطرح إشكالية جدية في بعض الحالات واللي نتفهمها من كل الأطراف السياسية الموجودة، لكن خلاف ذلك في تقديري سيكون من الصعب جدا إدارة المرحلة المقبلة بنفس روح التوافق اللي قاعدين نشتغل عليه. نعم، اسمح لي سيد رامي صالحي، يعني اليوم المهدي الجمعة اكتفى بتقديم تصور عام، يعني حسب متابعتك هل هذا كافي في هذه المرحلة، يعني تصور عام لبرنامج عمل حكومته؟ يعني كذلك في تقديري أن السيد المهدي جمعة لا يمكن أن يقدم تصور
كامل لعمل حكومته، لأنه عكس ذلك سيكون مغالطة للشعب التونسي وسيكون مغالطة للنواب والنائبات اللي حاضرين واللي مش يعطيوها الثقة، لسبب بسيط أنه الوقت الزمني كان ضيق جدا. النقاش مع الوزراء يعني الذين تم تكليفهم أو تم اقتراحهم كذلك أخذ العديد من الوقت، وعدم اطلاعهم جميعا على الملفات، خلينا نقول اللي الحكومة هذه في صورة ما أن يتم المصادقة عليها على الأقل شهرين أو ثلاثة من العمل فقط للاطلاع على الملفات. نعم، لكن هو قال أنها ستكون حكومة تعد للانتخابات، كذلك وضع أولويات أمنية واقتصادية ومالية بالأساس، يعني هل هذا هو المطلوب في هذه المرحلة؟ يعني تحديدا انا نقول اللي بالفعل الجانب الامني هذا مساله ضروريه جدا، ولهنا نعاود ناكدوا اللي ضروره احترام بنود خريطه الطريق وطلبات كل الفرقاء السياسيين وخاصه في المساله الامنيه وفي علاقه باختيار الشهيدين البراهمي وشكري بلعيد، وكذلك في علاقه برابطات حمايه الثوره، لانه هذا احد المطالب اللي طلبوها كل الفرقاء اغلب الفرقاء السياسيين على الاقل. نعم، في الحوار الوطني. نعم، لو نعود لخريطه الطريق، يعني ما هو المطلوب من هذه الحكومه وفق ما تنص عليه خريطه الطريق، خاصه انها ستعمل يعني في مناخ كما قلت يعني تواجه العديد من الانتقادات، ربما مناخ غير جيد باتم معنى الكلمه. انا في تقديري انه الحاجه الملحه اللي تمر بها بلادنا اليوم هي الذهاب مباشره للانتخابات وإنجازها في أقرب وقت ممكن وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز هذه الانتخابات. هذا يمر أساسا عبر أولا مراجعة التعيينات، وهنا ثم شوية غموض في خطاب السيد المهدي جمعة اليوم، لأنه التعيينات اللي عندها علاقة بالانتخابات كيف سنحدد هذه التعيينات من اللي عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات. اثنين، كيف ما قلت، من خلال بث الطمأنينة، وبث الطمأنينة يكون من خلال مواجهة الإرهاب ويكون من خلال التصدي للعنف السياسي اللي مارسته رابطات حماية الثورة. اثنين، يجب على المجلس الوطني التأسيسي أن يسرع في أقرب وقت للمصادقة على القانون الانتخابي من أجل أن تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ في أسرع وقت ممكن، لكن مع احترام الشروط الشفافية والنزاهة، يعني مش أنه يعني نطلب بالتسريع في إنجاز الانتخابات أنه نقوم بها بأي شكل من الأشكال، لا، يجب أن تكون انتخابات شفافة ديمقراطية نزيهة. نعم، لأنها نعم، ستفتح نعم أفاق للتونسيات والتونسة على مدة 5 سنين فما أكثر، لذلك يجب أن تكون بالفعل انتخابات يرضى بها كل الفرقاء السياسيين، وهذه أصعب مهمة. نعم، يجب شكرا أن ينكب شكرا عليها. لك مدير الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان سيد رامي الصالحي على الحضور معنا. التقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم بقصر قرطاج سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيمان جابلي، الذي سلمه رسالة تهنئة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إثر المصادقة على دستور تونس الجديد. وتضمنت رسالة الرئيس الإيراني معاني الإكبار والتقدير للمجلس الوطني التأسيسي والشعب التونسي عامة على هذا الإنجاز، معربا عن تمنياته لتونس كل نجاح ومزيد الإشعاع في محيطها الإقليمي والدولي. أنهت بورصة تونس معاملاتها اليوم في مناخ إيجابي، حيث تطور مؤشر تونينداكس بنسبة 0.26% ليصل إلى حوالي 4500 نقطة، وهو الأرفع منذ بداية سنة 2014. أدرجت شركة سوتيماي صباح اليوم في البورصة التونسية كثالث شركة تدخل إلى سوق الأوراق المالية سنة 14 و2000، وقد استبشر القائمون على هذه المؤسسة بالأوضاع السياسية المنفرجة والتي ستحفز حسب تعبيرهم بقية المؤسسات لدخول السوق المالية من الباب الكبير. دق جرس الدخول إلى البورصة التونسية ودقت معه قلوب المتعطشين لمثل هذه الأجواء الاقتصادية المستبشرة بما سموه انفراجا سياسيا، وانطلقت بذلك عمليات تداول أسهم سوتيماي المتخصصة في تصنيع وتجارة الخزف والبورسلان كثاني مؤسسة تنتمي للمجمع بالبورصة بعد الترفيع في رأس مال المؤسسة. أمنا بالبورصة، معتها هي اللي طورتنا في المرة الأولى، وهي اللي أعطت المؤسسة دفع كبير اللي هي معتها المؤسسة الأولى سمو سير، واليوم كيف كيف عودنا درجنا مؤسسة ثانية، لأن التطور اللي يوقع في مؤسسة وقت اللي تدخل في البورصة تطورات كبيرة وشفافية زادة كيف كيف، وتعطي معتها للمساهمين وللناس كل فرصة باش زادة هم بيدهم يكون عندهم مداخيل إضافية. إدراج الشركة تزامن واللحظات التاريخية التي تشهدها البلاد، ما عكس هذه الصورة الإيجابية على المؤشرات المالية في بورصة تونس. المؤشرات حاليا هي جد إيجابية، وانتظروا أنه الاتجاه هذا التصاعدي مش يكون يعني مش يتواصل في الأيامات القادمة،
وإن شاء الله احنا متفائلين بكل خير مع الاتجاه السليم اللي واخذه على من ناحية السياسية. وفيما يتعلق ببرنامج الإدراجات في سوق الأوراق المالية لهذه السنة، ينتظر أن يصل إلى أكثر من 10 مؤسسات. زيارة تفقدية قام بها أعضاء من منظمة الدفاع عن المستهلك لسوق الجملة بالعاصمة، زيارة تهدف للوقوف على حقيقة الأسعار ومسالك التوزيع. تراشق بالاتهامات بين فلاح ووسيط بمن المتسبب في غلاء أسعار الخضر والغلال والأسماك مقارنة بأسعارها الحقيقية. الأسباب متعددة وفق فريق منظمة الدفاع عن المستهلك الذي تحول صباحا إلى سوق الجملة ببئر القصعة بالعاصمة للوقوف على حقيقة مسالك التوزيع. المنتوج كله تبارك الله اللي ترى فيه ما يقارب 40% اللي قاعد يدخل سوق الجملة، 60% قاعد يتباع في الأسواق الموازية. أنت تصور كان 60% تكمل تدخل كلها الأسواق سوق الجملة، راهو الأسواق بتزيد تنخفض أكثر. يسميوها فيهم هذه ربي في الأسماك، يمشي ياخذ مثلا 200-300 كيلو ورقة، فهمتي، ولا يقص لبون ويخلص على البلاصة ويز يمشي. انا الورقه هذيك اللي خذاها هو المستهلك البايع، شكون قال هي كل سليمه؟ هو مثال لسلبيات الاسواق الموازيه. اما الرسميه منها على غرار سوق الجمله، فقد لاحظت منظمه الدفاع عن المستهلك بعض الاخلالات الصحيه. الخضر والغلال تكون مباشره على الارض، فهمتني، نورمالمون ما يتحتش على خاطر تشوف الجراثيم والاوساخ وكل شيء. ماذا بينا كان المسؤولين على السوق هذا ياخذوا معناتها حذرهم ويخموا باش يزيدوا يطوروا السوق. صحيح، ثم بعض النقائص، واحنا تو عندنا برنامج كامل لتهيئة السوق كما قاعدين نشوفوا، عندنا اشغال في الاجهزه الاخرين وقاعدين نحاولوا باش الخضر اللي تعرض في السوق لنا تكون حسب المواصفات الصحيه. فريق المراقبة كانت له أيضا وقفة عند الفضاءات المخصصة لحجز الأسماك غير صالحة للاستهلاك، عملية تؤمنها مصلحة حفظ الصحة والمراقبة البيطرية بالسوق. يواصل 8 مربين منتفعين بالعفو العام التشريعي ضرابا عن الطعام ينفذونه منذ حوالي الأسبوع بجوار مقر وزارة التربية. المضربون يطالبون بتطبيق الأمر المتعلق بإعادة إدماج المتمتعين بالعفو العام التشريعي ضمن مسارهم المهني. رغم سوء الأحوال الجوية والتعب الكبير البادي على ملامحهم، يتشبث هؤلاء المربون بإضرابهم عن الطعام الذي بدأوا في تنفيذه منذ يوم الأربعاء الماضي. مطلبهم الوحيد هو إعادة بناء المسار الوظيفي للمتمتعين بالعفو العام من رجال ونساء التعليم على غرار بقية الوزارات. قررنا في الدخول في إضراب جوع، علاش؟ لأنه من حقنا أن تسوى كل الملفات كما سوت بقية الوزارات. لماذا وزارة التربية هي استثناء؟ لماذا وزارة التربية لم تسوي هذا الملف آليا باعتماد وثيقة العفو العام كما سائر الوزارات الأخرى؟ لو لم ينفذ هذا الأمر ولو لم يفعل هذا الأمر، سنبقى محرومين من الترقيات، سنبقى محرومين من مطالب النقل، سنبقى محرومين من كل حقوق المعلمين الآخرين. ورجعنا إلى عمل وكأننا نعمل في يوم في عام 91 و92، أي نتقاضى تلك المرتبات، في حين أن الناس التلامذة اللي قروا عنا اليوم هم معلمين تطبيق ويتقاضوا في أجر ضعف متاع اللي تقاضوا فيه نحن. ما حبيناش التلامذة كلها المعلمين الكل يغيبوا باعتبار أن نفكر في مصلحة التلامذة. لكان جينا سكرنا البرط والاقتصاد متاع البلاد رأيت حلت مشكلتنا. من جهته أكد مدير ديوان وزير التربية أن الوزارة ماضية في سبيل إيجاد حلول لكل الملفات، من ذلك تسويتها لأكثر من 800 ملف وهي بصدد معالجة ما تبقى منها. الوزارة حريصة كل الحرص على معالجة هذه الملفات باعتبار أن الناس هذوما مكنهم القانون من إعادة بناء المسار المهني، والوزارة طبق القانون. من ناحية أخرى بالنسبة للملفات اللي تمت تسويتها واللي تمتعوا أصحابها بإعادة بناء تكوين بناء مسارهم المهني، فهم باش يتقاضوا رواتبهم طبقا للوضعية الإدارية الجديدة، وما عليهم إلا يتصلوا بالمندوبات الجهوية للتربية لتسوية الوضعية هذه باعتبار أن قرارات التسوية تمت طبقا للوضعية الإدارية الجديدة. وفي انتظار تنصيب وزير التربية الجديد، يبقى هذا الملف وملفات أخرى بوزارة التربية تنتظر حلولا جذرية.
وأعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنه تقرر تسوية ما تبقى من ملفات الأعوان المتمتعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر اعتمادا على ما توفر بملفاتهم الإدارية من وثائق، وذلك بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مؤكدة أنها ستكتفي باعتماد الوثائق التي تم إيداعها من قبل هؤلاء الأعوان بمكتب الضبط المركزي. أجلت محكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية اقتحام السفارة الأمريكية إلى شهر مارس القادم، قضية صدرت فيها أحكام في الطور الابتدائي تقضي بسجن كل المتهمين لمدة سنتين لكل واحد مع تأجيل التنفيذ. نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية اقتحام السفارة الأمريكية بتونس جلسة حضرها عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح، وتعذر التبليغ بالنسبة للمتغيبين، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأخير القضية إلى 25 من مارس القادم. قرار التأخير جاء كذلك استجابة لطلب الدفاع. 20 متهم وقع الكل تسريحهم ما عدا واحد لأنه عنده قضية أخرى متعلق بها وهو مسجون على ذمة هذه القضية. اليوم حاولت النيابة العمومية معناتها أنه يتم جلبه، رفض باش يخرج من السجن، وبالتالي هي القضية تأخرت مش بسبب السجين هذا فقط، وإنما تأخرت لأنه هناك عدد من المتهمين ما بقاش استدعاهم، ما بلغلهمش الاستدعاء شخصيا، ثم هناك عدد آخر مزمع عرضهم على القيس حتى يثبتوا من السوابق متاعهم. المحكمة في الطور الابتدائي قضت بإدانة المتهمين في الضلوع في الهجوم على السفارة الأمريكية بتونس، وأصدرت في حقهم أحكاما تقضي بسجنهم لمدة سنتين لكل واحد مع تأجيل التنفيذ. تم استئناف الحكم من طرف المحامين اللي نايبين للمتهمين، وتم استئناف أيضا من طرف النيابة العمومية. وفي هذه الحالة فإن الاحتمالات ثلاث، إما أن يبقى الحكم على ما هو عليه أو أن يعدل ترفيعا أو تخفيضا. وتعود أطوار هذه القضية إلى الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية ومحيطها الخارجي بتونس في 14 من سبتمبر سنة 12 و2000، أحداث شدت احتجاجا على الفيلم المسيء للرسول الأكرم. أصدرت دائرة ثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم حكما يقضي بسجن المدون ياسين العياري مدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل، ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية رفعها ضده الأمين العام السابق للحزب الاجتماعي التحرري منذر ثابت، واتهمه فيها بالتحريض على قتله. بحث رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في لقاء بمديرة معهد الكرامة الدنماركي لمقاومة التعذيب كريم فيرلان أنشطة المعهد في تونس وبرامج تعاونه مع وزارتي العدل والداخلية للتصدي لحالات التعذيب بمراكز الإيقاف وغيرها. وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة أن التعذيب لم يعد سياسة دولة في تونس، وإنما هي تجاوزات فردية يجب التصدي لها من قبل السلطة السياسية والمجتمع المدني. ومن جانبها أشارت مديرة معهد الكرامة أن المعهد سينشئ قريبا مركز استماع لضحايا التعذيب في تونس، وسيعمل على تقديم المساعدة القانونية للضحايا. فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التي ستضم 15 عضوا يتم انتخابهم وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية المصادق عليها من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي، وتنتهي فترة تقديم ملفات الترشح في 11 من شهر فبراير القادم. وفقا لما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 17 من جانفي الجاري، فإن اليوم هو أول أجل لتقديم ملفات الترشحية لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التي تم إقرارها في قانون العدالة الانتقالية. هو يوم تاريخي اليوم، فتح باب ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، لأنه هيئة الحقيقة والكرامة هذه الهيئة اللي ترقبوا فيها التوانسة الكل من الشمال إلى الجنوب، الهيئة اللي بتكشف الحقيقة للتونسي. اللجنة هذه بتكون عندها دور مهم في معناها الأيام المقبلة، واللي حددت معناها المدة بتاعها ب4 سنوات وبسنة إضافية قابلة للتجديد، يعني سنة 5 سنوات. هيئة الحقيقة والكرامة ستتكون من 15 عضوا، منحها قانون العدالة الانتقالية صلاحيات الضابطة العدلية من تفتيش وتحقيق وبحث، وجعلها تتمتع بالحصانة والسرية المهنية. مكنها
من الوروج إلى الأرشيفات، كذلك مكنها من الاطلاع على جميع الوثائق، كذلك مكنها من رفع توصيات وتلقي الشكاوي والدعاوي بخصوص الانتهاكات المتعلقة بالجرائم الجسيمة. ملفات الترشح لعضوية هذه الهيئة ستنظر فيها لجنة الفرز التي تم تعيينها في المجلس الوطني التأسيسي والمتكونة من 10 أعضاء من مختلف الكتل النيابية، وذلك مباشرة بعد انتهاء أجل تقديم الترشحات المحدد في 11 من فيفري القادم. وعملية فرز الملفات ستكون حسب الشروط المضبوطة في قانون العدالة الانتقالية. الشروط للترشح هي هامة جدا، من بينها كل الوثائق الطبيعية من بطاقة تعريف وغيره وسيرة ذاتية، ولكن من أهمها أيضا أنه ما يكون الشارك أبدا في أي منصب عند التجمع المنحل، ما يكونش كان في أي عضو منتخب ولا غيره من 55 إلى يعني الثورة، ما يكونش أعلن حتى مرة الإفلاس، وأن يكون المترشح متمتعا بالجنسية التونسية وأن لا يقل سنه عن 30 سنة وليس له سوابق عدلية، وأن لا يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي أو له مسؤولية في حزب سياسي. يؤدي قائد درك الجزائرية لواء أحمد بوستيلة زيارة إلى تونس في إطار دفع التعاون الأمني التونسي الجزائري. وزار بوستيلة ثكنة الحرس الوطني بالعوينة حيث التقى آمر الحرس الوطني منير لكسيكسي. اللقاء تناول التنسيق الأمني بين البلدين نحو مزيد دعم التعاون الثنائي بين تونس والجزائر. الدعوة هذه تم توجيهها لتدارس بعض المسائل الأمنية كما قلنا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة موضوع الإرهاب كما تعرف، وخاصة الحدود التهريب والاجتيازات الخلسة هذه عبر الحدود. وضع الحدود معناها يتسم ببعض اليقظة والانتباه نظرا لبعض الأنشطة الإرهابية اللي شدتها بعض الحدود على الحدود الجزائرية التونسية. قاعدين نعملوا في إطار التنسيق التام مع الجيش الوطني كما تعرفوا. دوليا، وفي مصر اغتيل لواء محمد سعيد المدير الفني لمكتب وزير الداخلية بطلق ناري من مسلحين أمام منزله في محافظة الجيزة. وقررت محكمة القاهرة صباح اليوم تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. انت مين عمي؟ انت عارف انا فهم؟ انا رئيس محكمة جنايات مصر. بعد جدل كبير بين القاضي المؤكد على صفته والمتهم المتحدي الرافض لمحاكمته المتمسك بشرعيته، رفعت الجلسة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون بان أحداث الثورة المصرية عام 2011. فصول المحاكمة بثت مسجلة على التلفزيون المصري، وظهر فيها مرسي مع متهمين آخرين أثناء قراءة الادعاء للتهم، وتم خلالها قطع ميكروفونات القفص الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون أكثر من مرة، ولم يسمح لهم بالحديث إلا بعد رفع اليد. ويتهم مرسي في هذه القضية بالتآمر والتخابر مع حركة حماس خلال الهروب من السجن، ويحاكم معه أكثر من 100 آخرين. ومن بين من تضمنتهم قائمة الإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه رشاد بيومي ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرون ما زالوا في حالة فرار. ألغيت اليوم الجلسة المسائية لمفاوضات جنيف 2 بسبب الخلاف بشأن المبادئ الأساسية للتفاوض حسب مصادر إعلامية. وفي المقابل اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية بتسميم أجواء المفاوضات، في حين أعلن نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أن واشنطن ليست مهتمة بنجاح العملية السياسية في سوريا. ألغى البرلمان الأوكراني القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر. هذه هي القوانين التي تسببت في احتجاجات مؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تسببت في اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وأدت لسقوط قتلى وسط كييف. وقد قدم رئيس الوزراء الأوكراني استقالته للرئيس تمهيدا لحال سياسي يخرج البلاد من أزمتها المتزايدة.
في الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها اتفقت مع نظيرتها الروسية على تنظيم مباراة دولية ودية بين المنتخبين التونسي والروسي بموسكو في 6 شهر جوان القادم. كما يلاقي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وديا المنتخب البلجيكي في 6 مايو القادم ببروكسل قبل مواجهة كوريا الجنوبية يوم 26 أو 28 من الشهر نفسه بسيول. فقرة أخبار كرة القدم المتفرقة نستهلها بتأكيد الكولومبي رادميل فالكاو مشاركته في مونديال البرازيل مع منتخب بلاده بعد العملية الجراحية التي خضع لها إثر تعرضه لإصابة مؤخر مع ناديه موناكو الفرنسي. وبالعودة إلى المجلس الوطني التأسيسي، فقد أكد رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة أنه كون فريقه الحكومي بمفرده وفق 3 معايير واضحة، وهي الشفافية والاستقلالية ونظافة اليد. وقال جمعة في رده على تساؤلات وانتقادات بعض النواب لعدد من وزراء في تشكيلة حكومته اتهموا بالعلاقة مع النظام البائد وإسرائيل: لقد اخترت الوزراء بشكل فردي ونالتزم بعد منح الثقة بمزيد من التحري بخصوص احترام المعايير التي تم وضعها، مضيفا: في حال عدم استجابة أي وزير في الحكومة لتلك المعايير فإني سأقوم بالتعديل فورا. ختم النشر مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الحكومة المكلف المهدي جمعة يقدم أمام النواب التأسيسي برنامج حكومته للفترة القادمة. مواقف الأحزاب والكتل النيابية داخل التأسيسي تتباين بين مؤيد ورافض لعدد من أعضاء الحكومة المكلفة ونقاط الواردة ببرنامجها. محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر في قضية اقتحام السفارة الأمريكية إلى 25 مارس القادم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.